لقاءات مهمة جدا جدا من تونس، يعني عايزين نجيب كل اللقاءات يا جماعة ان شاء الله، يعني يكون الدنيا واضحة والصوت والصورة واضحين. احنا كنا فين؟ انا بصراحة يعني اتفضل يا كابتن. كنت معايا اتفضل، اعذرني بقى النهاردة. لا، في ثلاث حاجات قبل ما ندخل في الجانب الفني يا ميدو. انا قلت لك الاهلي بمن حضر اكيد، دي واحد. وقلت لك المستحيل ليس اهلاويا. ثالث حاجة قلت لك ان الجمهور له دور كبير جدا في نسيان المباراه بتاع 2-2، وادى للاعيبه حافز غير عادي. أكيد. دول ثلاث حاجات مهمين جدا، هي دي الاسره الاهلاويه، هو ده النادي الاهلي. بالك طب نروح لكابتن سيد عبد الحفيظ. يلا معلش يا كابتن ربيع بقى، يلا يعني يلا يا امير اتفضل. تحترم بالتاكيد وكل تقدير والاحترام ليها. كان لنا حقيه في مصر ان احنا نكسب، ضيعنا عده فرص كانت كفيله ان انت تلعب بشكل مرتاح هنا. اخطاء كانت تحكيميه برضو كانت كفيله برضو ان انت تجيب فوز مرتاح من مصر، لكن احنا النهارده التحكيم كان وحش برضو. عندنا ثقه في لاعبتنا بشكل كبير جدا 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 جدا. عندنا ثقه في شخصياتهم وقدراتهم وامكانياتهم وطريقه تفكيرهم واسلوبهم والتعامل مع المباريات الكبيره، والفصل كمان ما بين مباراه لاخرى. لكن المعنى الاهم اللي لازم يتقال النهارده او يتقال دلوقتي تحديدا، يعني من حقنا نفرح ومن حقنا نتبسط ومن حق كل جمهور النادي الاهلي بل مصر كلها تتبسط بفرقه بتعرف كويس قوي 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 وتحقق اللي هي عايزاه مهما كانت الصعوبات ومهما كانت التحديات. لكن المعنى الاهم اللي لازم يوصل للناس في الوقت الحالي بالتاكيد، احنا صعدنا على حساب فرقه قويه جدا جدا، لكن ما خدناش البطوله. البطوله لسه مشوار بعيد ولسه مشوار تقيل ولسه مشوار صعب. لازم الشغل يبقى من نار، لازم الشغل يبقى فيه تركيز اعلى، في احترام للمنافس اكبر، في تقدير بشكل كويس قوي. المعنى لازم يوصل لعيبه النهارده ان شاء الرحمن بعد العشاء مباشره. طبعا هيصه وفرحه وسعاده، ده حلو وجميل، لكن ان شاء الرحمن من بكره هنبدا استعداداتنا للي جاي، لان انت كسبت مباراه مع فرقه قويه لكن ما خدتش البطوله. طب سيد، نفسيا اتعاملتوا ازاي مع اللعيبه في اربع خمس ايام فرق ما بين مباراتين؟ نتيجه يمكن بالنسبه لنا سلبيه وايجابيه بالنسبه لفريق الترجي في مباراه الذهاب، لكن نفسيا ازاي اتعاملتوا عشان نقدر نحقق نتيجه جيده زي النهارده؟ زي ما قلت لك يعني من بعد اللقاء على طول، انا طلعت بعد اللقاء وقلت تصريح، يعني قلت احنا عملناها قبل كده في رادس، وانا مقتنع تماما 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 تماما. كل ما كانت المباراه ما بين فرقتين عندهم قدرات عاليه جدا جدا، مش مشكله الملعب فين، مش مشكله، بيديك افضليه شويه بالتواجد الجماهيري في البدايه، لكن بعد شويه بتحس بثقتك، بتحس بامكانياتك وبقدراتك، بل بالعكس كمان ممكن يبقى عامل اضافي ليك وايجابي بالنسبه لك يعني. لكن في اطار تحكيم كويس، في اطار اجواء فيها حماس وكده، مفيش مشكله خالص ما بين الفرقتين الكبار. تمام، بتعتمد بقى على الاحداث اللقاء وبتعتمد على قدراتك ومدى استغلالك للفرص. لكن لو لا قدر الله في حاجات عوامل ممكن تبقى مش معتاده في كره القدم، هو ده الفرق، هو ده المشكله. فعشان كده قلت لك، قلت بعد المباراه على طول اللي هناك، قلنا ان صحيح احنا رايحين نلعب الترجي في تونس، لكن المباريات الكبيره ما بتعتمدش على ملعبك وملعبها. شخصيه النادي الاهلي وضحت كمان النهارده اكتر بعد ما تاخرنا في الشوط الاول بهدف، وكنا كويسين مع بدايه الماتش، لكن في الشوط الثاني سريعا قدرنا نحرز هدفين، ويمكن ده شخصيه قويه. لازم نتكلم مع عبد الحسين في الموضوع ده تحديدا، يعني بين الشوطين كان كلام اكثر من ممتاز واكثر من رائع، سواء على المستوى النفسي او المستوى الفني. فالشوط الثاني كان لازم يبقى فيه هدوء جامد جدا، ما يبقاش فيه كلام مع الحكم خالص، اي انشغال بغير الملعب واي انشغال بغير الكوره كان هيبقى عاقبته علينا مش كويسه. يعني زي ما انا قلت يعني حتى واحنا نازلين على طول، قلت لبعض اللعيبه وخصوصا اللي كانت واخده انذار، قلت لهم يعني اعتراضك او كلامك مع الحكم لا هيقدم ولا هياخر، اللي هيقدم وياخر هو مستواك او طريقه تعاملك مع المباراه. 45 دقيقه في كره القدم كتيره مش قليله، 45 دقيقه كفيله انها تغير نتائج وتصعد فرق وتخرج فرق. فالحمد لله على كل شيء، ربنا اراد ان احنا نكسب النهارده. لكن هاكد على المعنى تاني، احنا كسبنا وصعدنا لكن ما خدناش البطوله، لسه مشوارنا صعب باذن الله. المباراه الجايه يا اما مع اهلي طرابلس يا اما مع النجم الساحلي، هنعمل ايه؟ هنقعد هنا هنكمل في تونس ولا هنرجع مصر؟ في قاعده مع كابتن حسام دلوقتي هنحددها. انا كده كده هقعد يعني، لكن هنشوف مع كابتن حسام البدري، هنشوف الوضع ايه، هل الافضل ان احنا يوم رايح ويوم جاي فده هيبقى فيه جهاد للعيبه ولا لا، هل في مجموعه ممكن يعني انا اللي اقعد بس والفرقه، يعني على حسب ما اشوف الحته الفنيه مع الجهاز الفني بتاعه كابتن حسام البدري وانا، وهنشوف باذن الله يعني خلال ساعه باذن الله. شكرا يا فندم. لسه مكملين طبعا، وكواليس واجواء الفرحه النهارده فرحه عارمه جدا بالنسبه لنا كلنا هنا طبعا بعد الفوز الكبير جدا على فريق